صباح الخير. جولة على أبرز إصدارات الصحف رح نقوم فيها بهيدي الحلقة من بريس ريفيو لليوم الخميس 2 حزيران 2022. رح نشوف كيف تفاعلت الصحف مع أحداث الساعات الأخيرة، كما أنه بينضم لنا الصحافي علي حمادي من جريدة النهار ليحطنا أكثر بضوء المقال المنشور باسمه، ومنكمل حلقتنا بفقراتنا المعتادة. البداية كالعادة بفقرة اليوم في التاريخ. بمثل هيدا النهار من عام 2005 اغتيل الصحافي والمفكر اللبناني بجريدة النهار سمير قصير بتفجير عبوة ناسفه بسيارته بمنطقة الأشرفية. قصير كان معروف بمواقفه المعارضة للوجود العسكري السوري يلي وصفه بالنظام البوليسي. أما هلأ بنبدأ جولتنا على إصدارات الصحف، البداية كالعادة بتكون مع جريدة النهار بجولة على أبرز العناوين. الاستحقاق الحكومي على وقع الصدمة البرلمانية. بالصورة الرئيسية اليوم للنهار بالصفحة الرئيسية الكاريكاتور بريشة أرمان حمصة، يرجى انتظار السائحين، بالإشارة إلى تهافت الناس على مكانات السحوبات لسحب الدولار، والمنتظر أنه مع قدوم السواح وجلب الدولار إلى لبنان أنه يمكن تتحلحل هالأزمة بشكل ولو حتى بسيط. منتابع بالعناوين. باريس تنفي أي زيارة لماكرون لبيروت وتشدد على إنجاز تشكيل الحكومة من دون تأخير. جعجع لا لرئيس حكومة متحالف مع حزب الله، وسنقاطع حكومة توافقية جديدة. منضل بعناوين الصفحة الأولى. واشنطن لأردوغان الهجوم على سوريا يقوض الاستقرار. القوات النووية الروسية أجرت تدريبا بعد أعلان واشنطن تزويد أوكرانيا براجمات. إيران والغرب نحو مواجهة في مجلس محافظي الوكالة الذرية. ننتقل من الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية بالنهار. بداية منشوف أبرز ما ورد بأسرار الآلهة. علم أن مرشحا شيعيا تغييريا في جبيل يجمع مستنداته التي ستشكل فضيحة حول اختفاء أصواته والتزوير والتدخلات التي حصلت في هذه الدائرة. يتوقع أن يزور نواب من تكتل وسطي رئيس حزب مسيحي بارز لتأكيد التحالف والتنسيق في الاستحقاقات المقبلة. قال وزير في الحكومة الحالية أنه راغب في البقاء وزيرا لأنه أعد مشاريع كثيرة وكبيرة يتمنى لو يحققها في المرحلة المقبلة. سأل أحد النواب الجدد عن التهافت على الرئيس بري في عين التين ومحاولة مرافقيه إبعاد المستقبلين عنه. من أين أتى هؤلاء الناس وكيف دخلوا حرم القصر؟ يقول وزير سابق أن المسعى الفرنسي لمساعدة لبنان قائم، ولكن قوات فرنسا لفرض توجهاتها ليست قائمة. منضل بالصفحات الداخلية بقراءة لبعض العناوين. تفاهم مرم خيل يطير نتائج الانتخابات. سمير قصير 17 عاما استشهادا ولا غياب. رئاسة الحكومة كوجهة مقبلة لمقاربة الموازين. بالعناوين أيضا معطيات تثبت أن التمديد الروتيني لليونيفيل سيتم بسلاسة من دون إثارة تعديل المهمات. السيد أفرغ ذخيرته في اتجاه بري وزعرانه وألغى مؤتمره. معركة نيابة رئاسة المجلس ودائع حزب الله بدأت تتظهر. وأيضا المقالات المنشورة اليوم، مقال الأستاذ علي حمادي ربح حزب الله جولة ماذا عن الغد. لنعرف أكثر معطيات عن هالمقال بينضم لنا أستاذ علي. صباح الخير. صباح الخير أستاذ علي. برأيك هل كانت انتخابات رئاسة المجلس اختبار فاشل للأكترية النيابية الجديدة؟ هي كانت نصف نجاح ونصف فشل. نصف نجاح لأنه فرضت إيقاع جديد لمجلس النواب، وفرضت أيضا نتيجة متواضعة جدا لبل باهتة جدا لإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، إضافة إلى أنه الانتخابات نيابة رئاسة مجلس النواب شكلت أيضا اختبار مهم على صعيد الخيارات السياسية. وصحيح نصف الفشل كان بأنه بالمعركة الثانية كان في إمكانية حقيقية لإفشال مرشح حزب الله، تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر، وكانت يعني على المنخار. لكن هذا اختبار أول.
على كل علينا أن ننظر للاختبارات اللاحقة اللي هي مهمة جدا لبل أهم من أيدي. يعني برأيك شو لازم تعمل القوى التغييرية والسيادية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة إن كان الحكومة أو الرئاسة؟ يجب على القوى التغييرية والسيادية من الطرفين أنه ينزلوا شوي درجة لتحت ويقربوا درجة لبعضهم. ما بتقدر هالقوتين أنه يديروا ظهرهم لبعضهم لسبب واحد وبسيط، أنه هناك قواسم مشتركة عديدة تجمعهما، في حين أن لا قواسم مشتركة حقيقية وفعلية وعميقة بين التغييريين وبين قوى 8 آذار بقيادة حزب الله. مصير لبنان معلق، ومصير الاستحقاقات اللاحقة معلقة على تقارب حقيقي وجدي وتنسيق وتناغم ما بين السياديين والتغييريين مهما كانت الظروف، ويمكن أن نجد مساحات مشتركة لمواجهة استحقاق رئاسة الحكومة، تشكيل الحكومة، والأهم هو رئاسة الجمهورية لمنع وصول مرشح لحزب الله مهما كلف الأمر. نعم، يعني مثل ما كنت عم تقول أستاذ علي، نحن أمام استحقاقين هلأ، الأول هو تشكيل الحكومة، وبعد فترة في انتخاب رئيس الجمهورية. كيف شايف رح تكون قصة الانتخاب؟ يعني استحقاق الرئاسة هل رح يكون مسهل؟ يعني أول شيء رئاسة الحكومة حتى الآن هناك مرشح واحد ظاهر هو الرئيس نجيب ميقاتي، وقدم ترشيحه قبل امبارح أو أول امبارح بمقابلة تلفزيونية واضحة، أراد أن يبين أنه هو المرشح، لكن هناك مرشحين آخرين ممكن أن ينتزعوا رئاسة الحكومة والتكليف من وجه الرئيس نجيب ميقاتي. النقطة الثانية اللي متعلقة برئاسة الحكومة، لما نطول الحديث حول كيفية تشكيل حكومة، بالنسبة لرئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية مهمة كثير، وهذا هو الاختبار الحقيقي والكبير الذي يجب أن يواجه. يجب منع حزب الله من تجديد وضع، يعني من وضع قبضته على رئاسة الجمهورية كما فعل سنة 2016. يجب انتزاع رئاسة الجمهورية من يد حزب الله مهما كلف الأمر، وهذا واجب التغييريين وواجب السياديين أن يعملوا منذ اليوم على ذلك، تنسيقا، ترشيحا، وانتخابا. نعم أستاذ علي حميدي، شكرا لك على هالمداخلة. منتابع جولتنا، مننتقل من جريدة النهار منوصل إلى جريدة اللواء، أيضا بجولة على أبرز عناوين الصفحة الأولى. استعراضات قوة في الشارع قبل موعد الاستشارات الملزمة نهاية الأسبوع، تجاذبات الدولار بين التعقيد والتهديد، وعين بري على اللجان الثلاثاء. اليوم جريدة اللواء اختارت الصورة بالصفحة الرئيسية من الإشكال اللي وقع امبارح بين عناصر عونية وعناصر من القوات اللبنانية أمام مبنى الفرع الثاني بكلية الحقوق. منتابع بجولة على العناوين، الدولار ارتفاع وانخفاض غب الطلب، دولار بيروت 29400 ليرة. اجتماع الرياض، دول الخليج لن تنضم للعقوبات على روسيا، مجلس التعاون يطالب بالمشاركة في مفاوضات فيينا النووية. أردوغان لتطهير تل رفعت ومنبج، وبلينكين يحذر من تقويض الاستقرار. مئات المقاتلات الإسرائيلية تحاكي هجوما على إيران. بنضل بعناوين الصفحة الأولى، الاحتلال يواصل عمليات الإعدام الميداني للصحفيين الفلسطينيين، الكنيسة يجرم رفع العلم الفلسطيني في أراضي 48. من الصفحة الأولى مننتقل إلى الصفحات الداخلية. بداية منشوف أبرز ما ورد بفقرة همس. اختلف المعنيون حول رسائل الاعتماد التي بعث بها مرجع مستقيل ومدى إمكان إعادة تكليفه تأليف الحكومة. أبلغ وزير معني مراجعيه أنه لم يكن على علم بتوظيف زميل له، ولم يكن يعرف وضعه الوظيفي قبل المرسوم المقر في مجلس الوزراء. تساءلت جهات نقدية عن المرجعية التي يخضع لها موظف مالي كبير في إصدار تعاميمه وتوعداته. ننتقل من اللواء إلى لوريان لوجور، الصادرة باللغة الفرنسية واللي عنوانت لليوم حزب الله القائد الوحيد، نعم لكن. قبل ما نتابع جولتنا على باقي إصدارات الصحف، فاصل أول بحلقتنا ومنرجع.
منتابع جولتنا على أصدارات الصحف لصباح اليوم ببيروت، ومنوصل إلى نداء الوطن بجولة على أبرز العناوين. حزب الله ينقل بارودة 65 إلى الكتف الحكومي، ميقاتي أولا. دول الخليج للبنان تعاون مع المنظمات الدولية ونفذ الإصلاحات. أبو حيدر لنداء الوطن، سنراقب التجار المستفيدين من صيرفة. منتابع بالعناوين، التعاون الخليجي يطلب المشاركة في المفاوضات مع طهران، مناورات جوية إسرائيلية تحاكي الهجوم على إيران. الكرملين واشنطن تصب الزيت على النار، بلينكين يتوقع استمرار حرب أوكرانيا أشهرا عدة. وأيضا بعناوين الصفحة الأولى بالعنوان الرياضي، بيروت ينسحب ويتأخر 2-0 في النهائي. ننتقل إلى الصفحات الداخلية بنداء الوطن. بداية منشوف أبرز مورد بفقرة خفايا. بعدما وافق مجلس الوزراء على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له، مع تعديل تاريخ التمديد لشركة ليبان بوست ليصبح 31/5/2023، تبين أن مزايدة البريد تأخرت بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة لنشر الإعلان في الصحف المحلية. تماطل وزارة المالية في إصدار آلاف الإفادات العقارية لعقارات المصارف التي سيتم الإدعاء عليها من قبل نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين. تبين أن معظم المستفيدين من البطاقات التمويلية مسجلون على اللوائح الحزبية في بعض المناطق ويتقاضون رواتب من هذه الجهات الحزبية. منضل بالصفحات الداخلية ببعض العناوين، من سيؤمن الغطاء السني لرئيس الحكومة المقبل؟ الاستشارات النيابية الملزمة شرطها الاتفاق على التأليف قبل التكليف. قدام المستقبل صوتوا لبري أم للحريري. احتفالات بانتخابه عمت العديد من مناطق الشمال. هل تريد السلطة حقا استرداد خورخي موريرا القاضي سليمان مدعيا عاما عدليا محل قبلان؟ نرجع إلى المقال اللي كتبته كلير شكر لليوم، من يؤمن الغطاء السني لرئيس الحكومة المقبل؟ بنقرأ بعض ما ورد فيه. في الواقع قد يكون الحظ حليفا لنجيب ميقاتي في حال قررت قوى الثامن من أذار أن تجدد خلايا السلطة التنفيذية وتنهي عهد ميشيل عون بحكومة كاملة الصلاحية، كما يضغط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي لا يوفر فرصة إلا ويعيد التأكيد أن حقبة حكومات التكنوقراط قد ولت إلى غير رجعة. ويكفي التدقيق في تركيبة الأغلبيتين اللتين نالهما كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بوصعب للتأكد من أن قوى الثامن من أذار قادرة على الاستحواذ من جديد على أغلبية نيابية بالتكاتف والتضامن مع بعض المستقلين، ومنهم تحديدا قدام المستقبل أو مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ما يعني أن احتمال تأمين هذه الأغلبية بهدف تكليف رئيس حكومة جديد وتأليف حكومة جديدة ليس مستحيلا، خصوصا أن المعارضات تميل إلى البقاء على مقاعد المعارضة وترفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية، ما يسهل عملية التأليف. ليبقى السؤال، من سيغطي هذه الحكومة سنيا؟ مع تكليف ميقاتي شكل نادي رؤساء الحكومات السابقين الغطاء السني لحكومة رفضت القوات والكتائب أن تكونا في عداد مكوناتها ولو بالمواربة، على اعتبار أن بقية القوى السياسية وبينها التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل كما ميقاتي شاركوا في تركيبة الحكومة عبر وزراء تكنوقراط. أما اليوم فإن الموزايك السياسي الغريب الذي يطغى على المشهد النيابي السني قد يصعب مهمة أي شخصية ستتولى رئاسة الحكومة في ضوء التشظي الذي يصيب الأصوات السنية، إذ سمت 7 نواب سنة يدورون في فلك المستقبل أو هم من قدامى هذا الفريق، بينهم وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، كريم كبارة، نبير بدل وبلال الحشيمي. منكتفي بهالكمية ومننتقل من نداء الوطن إلى جريدة الأخبار بجولة على العناوين. نيكوسيا تنفي والعدو يقر بهدف المناورات العسكرية. وأيضا بالعناوين، لبنان يحتاج على استضافة قبرص أنشطة معادية. منتابع جولتنا ومننتقل من جريدة الأخبار إلى جريدة الشرق. أيضا لنشوف أبرز عناويننا لليوم، هدوء قبل عاصفة التكليف والتأليف، البنك الدولي المعوقات الرئيسية للتنمية في لبنان لا تزال قائمة.
جميل السيد يتقهقر انتخابيا ويفقد أعصابه، أداء القاضي عون ملفات بسمنة وأخرى بزيت. نيويورك تايمز، الصين قادرة على هزيمة الولايات المتحدة في معركة من أجل تايوان. وأيضا اليوم كتب عون الكعكي بالافتتاحية: متى الاستشارات ومتى الحكومة؟ بعنوين الشرق أيضا: أزمة بنزين وغاز بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. منتابع جولتنا ومننتقل من الشرق إلى الشرق الأوسط، يلي عنونت لليوم: أمريكا تدعم أوكرانيا بالسلاح الثقيل وروسيا تحذر. أمريكا تلوح بالعقوبات والعزلة ضد معرقلي السلام في ليبيا. تحالفات البرلمان اللبناني تظهر أكثرية لحزب الله. وأيضا بالعناوين: بريطانيا تحتفل اليوم بيوبيل الملكة إليزابيث. قبل ما نوصل إلى جولة على الصحف العالمية، فاصل تاني وبنرجع. نتابع حلقتنا ومنوصل إلى جولة على الصحف العالمية. بداية جولتنا من لوموند الفرنسية يلي عنونت: الغرب يواصل دعمه العسكري لأوكرانيا. ننتقل إلى لوفيغارو يلي عنونت بدورة لليوم: المملكة المتحدة تحتفل بالعهد التاريخي للملكة إليزابيث الثانية. نوصل إلى The Guardian البريطانية أيضا بأبرز عناوين لليوم: الحرب في أوكرانيا تدخل يومها المئة. من كفة لنشوف The Washington Post بعنوان لليوم: معلومات خطيرة تكشف عن آخر اتصالات أجراها المجرم قبل ارتكابه المجزرة، بالإشارة إلى مجزرة تكساس. من The Washington Post منوصل إلى The New York Times يلي عنونت: تهديدات بوتين تسلط الضوء على مخاطر عصر نووي جديد أكثر خطورة. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بنتمنى لكم نهار موفق. الموعد بيتجدد صباح بكرة، إلى اللقاء.